هذا السياق العام اللي جا محفز واللي جا منصف للأطر التربوية ككل، ما لغاش المكتسبات ديال النظام الأساسي ديال 2003 ولكن جاء بالمستجدات، وسيكلف يعني الدولة واحد 9 مليارات للتنزيل ديالو. هيئة ديال الأساتذة الباحثين التربويين، هذه هيئة جديدة، قرار التحفيز المهني للفرق التربوية التي تشتغل في مؤسسات الريادة، باش كنشوفوا واحد زيادة اللي غتدخل على واحد الإطار ديال 2700 درهم في الشهر، راه هذا واحد المكسب مهم. حنا غاديين لتعميم هاد مؤسسات الريادة لتشمل جميع المؤسسات اللي غتكون عندها الرغبة في الانخراط في مؤسسات الريادة من هنا ل 2026. إذن السياق فاش النظام الأساسي الموحد هو واحد السياق اللي في الشمولية ديالو كيدخل ضمن الإصلاح وضمن تنزيل خريطة الطريق. هذه الخريطة الطريق اللي كتعتمد على 3 ديال الركائز والمداخل الأساسية، المدخل ديال التلميذ في علاقته مع تجويد التعلمات والتحكم في التعلمات الأساس، أيضا تخليق الحياة المدرسية والحد من الهدر المدرسي. الركيزة الثانية أو المدخل الثاني الأساسي هو المؤسسة التعليمية في علاقتها مع يعني فضاء جذاب، في علاقتها مع ممارسات تربوية يعني متجددة وتعتمد على أنماط تربوية حديثة. أيضا مؤسسة تعليمية اللي هي يعني مجهزة يعني بآخر المعدات التربوية، وهنا كنشير المؤسسات ديال الريادة اللي أصبحت يعني جميع الأقسام مجهزة بسبورة تفاعلية وأيضا بمصلات ضوء عاكس وأيضا حاسوب محمول للاشتغال عند الأساتذة بطبيعة الحال. أيضا مؤسسة منفتحة ومفتوحة على المحيط الخارجي بطبيعة الحال، مؤسسة عندها استقلالية مالية، عندها مشروع مؤسسة مندمج اللي كتشتغل عليه. والركيزة الثانية واللي كتدخل داخل نفس النسق هي المدخل ديال الأطر التربوية والإدارية وجميع الهيئات المهنية، غير باش ما نخرجوش النظام الأساسي الخاص يعني بهذه الأطر على السياق العام. هذا السياق العام اللي جا محفز واللي جا منصف للأطر التربوية ككل. من طبيعة الحال هذا النظام الأساسي ما لغاش المكتسبات ديال النظام الأساسي ديال 2003 ولكن جاء بالمستجدات. هذا النظام الأساسي اليوم يمكننا غير نذكره أنه سيكلف يعني الدولة واحد 9 مليارات للتنزيل دياله كل سنة من هنا 2026 عفوا، راها تقريبا سنويا 1.5 مليار التي ستضخ في ميزانية وزارة التربية الوطنية، يعني باش نوقفوا هاد المشروع بطبيعة الحال ونكونوا كنضمنوا التنزيل ديالو. ايضا كنا نقولوا ان هذا النظام الاساسي جاء بعده مستجدات، اولها خلق هيئات جديده. مثلا كنشوفوا الهيئه ديال الاساتذه الباحثين التربويين، هذه هيئه جديده، وهذا اقرار التحفيز المهني للفرق التربويه التي تشتغل في مؤسسات الرياده. غادي نتكلموا على واحد زياده يعني على المهام اللي كيقوموا بها جميع الأطر من التفتيش، توجيه، تخطيط، وأيضا المبرزين، ما ننساوش الأساتذة المبرزين، وأيضا الطاقم التربوي. راه قلنا في مؤسسة الريادة اللي هي تطوعية كل أستاذ غادي يكون داخل فريق تربوي عنده واحد المنحة ديال 10000 درهم طبيعة الحال كتحفيز على المهام. نعم، واخا غادي نهضر على المكتسبات باش نرجع نهضر على ما نقولش اشكالات، ولكن يعني هو الانسان في طبعه دائما كيكون طموح لاشياء احسن ولمراتب اعلى يعني باش نقولوها صراحه لتعويضات افضل. هذا الانسان ككل ماشي المنظومه التربويه، يعني اي موظف اي قطاع هذا
هذا راه يعني مبتغى مشروع عادي ما غاديش نناقشوه، ولكن غنتكلم الان على المكتسبات اللي جا بها النظام الاساسي. خصنا نعرفوا ان تقريبا 140 الف اطار يعني اللي متضمن في هذا النظام الاساسي الجديد، 140 ألف إطار اللي هو الآن أصبح يتمتع بجميع الحقوق دياله، واللي أصبحنا الآن درنا قطيعة مع ما كان يسمى يعني الأطر النظامية للأكاديميات، أصبح نظاما موحدا لجميع الفئات. أيضا ترسيم ديال هذا 140 ألف إطار، احنا كنهضروا على بعد سنة بأثر رجعي، يعني الترسيم ديالهم من 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 يعني ماشي بدءا من هذه السنه، ولكن اللي وفى سنه تدريب ودازت راه غادي يكون عنده هذاك الترسيم باثر رجعي. ايضا فتح افاق يعني الولوج الى الدرجه الممتازه بالنسبه لثلثي موظفي التعليم، وهذو الاساتذه، هذو المكتسبات الاساتذه، غير باش نوضحوا يعني للراي العام وايضا الاطر التربويه، ان ثلثي يعني كل جوج الأساتذة على ثلاثة أصبح من حقهم الآن الدرجة الممتازة، وهذا مكتسب اللي ما كانش في السابق. من هنا ل 2027 غادي نكونوا رقينا 80 ألف إطار اللي غادي يكونوا يعني استفدوا من هذه الترقية ديال الدرجة الممتازة، واللي هي كتعطيهم الحق في واحد 5000 درهم، يعني اللي هي تقريبا واحد 2700 درهم يعني صافية. احنا فاش كنشوفوا واحد الزياده اللي غتدخل على واحد الاطار ديال 2700 درهم في الشهر، راه هذا واحد المكسب مهم. قلت انه في مؤسسه رياده كاين ايضا 10000 درهم لكل اطار داخل الفريق التربوي داخل هذه المؤسسه رياده، وهما كينزلوا مشروع المؤسسه المندمج. اذا فاش كنقولوا هاد المكتسبات ديال الاطر التربويه، راه هادو مكتسبات الان نفتخروا بها، لان من 2003 ل 2023 راه 20 سنه دازت، والمكتسبات راه فاش كنا كنلحقوا مكتسبات كنلحقوها بواحد الطريقه يعني لا تستجيب لكل هاد المطالب هذه. من هنا من طبيعة الحال ل 2026 غادي نكونوا يعني استجبنا لجميع هذوك المطالب ديال الأساتذة اللي كطلبوا خارج السلم، تفتحوا الأبواب لجميع الأطر التربوية لولوج يعني مسارات أخرى في التوجيه، تفتيش، تبريز أيضا إلى آخره، يعني هذو كلهم عوامل محفزة للأطر التربوية اللي كتبغي تولج إما الإدارة التربوية إما هاد الهيئات الأخرى. من طبيعة الحال قلتي لي شنو هما النقاط التي لم يستجيب لها النظام الأساسي. خصنا نعرفوا أن هذا النظام الأساسي كانوا هناك واحد الجلسات لتحديد يعني الطريقة ديال الاشتغال إلى آخره مع النقابات الأكثر تمثيلية والنقابات التي تمثل الموظفين. من طبيعة الحال هاد تحديد هاد النقط هذه راه تم يعني بمعية الفرقاء الاجتماعيين، يعني هاد لا ستركتور لاركيتكتور ديال النظام الاساسي راه كانت مع الشركاء. دابا الان ربما مازال شي نقطه عالقه اللي ربما هي ماشي يعني ما عندناش فيها احنا القرار بوحدنا، بحال مثلا النقطه ديال ما وراء خارج السلم، هذه درجة اللي ربما تقدر تكون محدثة اللي احنا ما عندناش فيها القرار بوحدنا، هذه درجة اللي كتكون مع باقي يعني المؤسسات الأخرى، وبالتالي ما عندناش فيها احنا ما عندناش فيها اليد باش نقولوا غنحدثوها ولا ما غاديش نحدثوها. إذا كان هناك شي نقط للحوار، راه الوزارة لم تقفل الأبواب، الوزارة دائما وأبدا تدافع على الأطر ديالها، دائما وأبدا تترافع على مصلحة المنظومة التربوية، وبالتالي إذا كان هناك نقطة للحوار راه خصها تكون للحوار، ماشي 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 ضدا في النظام الاساسي الذي جاء بمكتسبات. يعني الان ايا كان يقرا النظام الاساسي الا وفيه الخير للمنظومه التربويه، فيه الخير للاطر الاداريه والهيئات المهنيه والاطر التربويه، ومن طبيعه الحال بقات شي حاجه راه الباب ما تسدش، مازال حنا نشتغلوا على تجويد المنظومه التربويه. وملي جات هذه الحكومه مشكوره، لان في ظل هذه الظروف هذه خصات تسعد الملايير للمنظومه التربويه في ظل الظروف التي يعرفها المغرب، راه هذا مكتسب كبير،
وراه هذا خصنا ننوهو ونفتخروا بالعمل ايضا اللي قامت به الوزاره باش يخرجوا هذا الشيء للوجود من طبيعه الحال في ظل هذه الظروف اللي حنا كنعرفوا. ايضا هذا الشيء خصنا نعرفوا ان الوزاره راه هي اولا واخيرا تدافع على المصالح المنظومه التربويه، وبالتالي الا كان مازال شي نقطه راه مازال الوزاره فاتحه للابواب ومستعده بطبيعه الحال لتجويد الخدمات ديال الاطر التربويه، لان قلنا المداخل الاساسيه للاصلاح راه ما وقفوش عند المؤسسه وعند التلميذ، ولكن كان مكون الاستاذ من بين المكونات الاساسيه، يعني بحال غادي نقولوا راه حنا باش يمكن الاصلاح يكون في الشموليه ديالو الا بالتطرق لمكون الاستاذ والتلميذ والمؤسسة التعليمية، وهذا ما تم بالفعل. ألوغ مزيان اللي طرحتي هذا السؤال. مؤسسة الريادة هو بدينا لأن كل مشروع راه ما يمكنلكش تجي وتنزلو 100% السنة الأولى، احنا بدينا بمؤسسات ديال الريادة في السلك الابتدائي، يعني بدينا من لاباز. ولكن قبل هذا راه كاين واحد العمل جبار اللي كنقوموا به في التعليم الأولي، يعني راه الإصلاح جاي من القاعدة وحنا طالعين. طيب الان هذه المؤسسات الرياضه ما كانتش الزاميه، كانت تطوعيه، يعني بين خيرات الاطر التربويه والاداريه، وبالتالي اي مؤسسه اقترحت راسها للانخراط في مؤسسه الرياضه الا واستجيب لها. حنا كنقولوا بدءا من الدخول التربوي المقبل رحنا غنفتتحوا مؤسسه الرياضه في الثانوي التاهيلي، هاد السنه هادي رحنا غنبداو بالاعدادي، يعني رحنا غاديين لتعميم هاد مؤسسه الرياضه لتشمل جميع المؤسسات اللي غتكون عندها الرغبه في الانخراط في مؤسسه الرياضه من هنا ل 2026، وبالتالي الباب مفتوح لجميع الاطر. شنو المطلوب الان؟ المطلوب هو الانخراط، هو التعبير عن الرغبه، هو يعني داك الاستعداد ديال الاطر التربويه والاطر الاداريه باش يوقفوا هذا المشروع ديال المؤسسه الرياضه داخل المؤسسه التعليميه. اما يعني ميزانيه هذه المؤسسه ديال الرياضه راه تم الترافع عليها من طرف الوزاره، وراه التصور واضح وراه الافاق واضحه، وحنا الان كنقولوا هلما ديال الاطر ديال التربويه والاداريه باش ينخرطوا في هذه المؤسسات ديال الرياضه. بغيت غير نوجه واحد الشكر للجميع، يعني هذا الشكر للجميع شركاء المنظومه التربويه، لان كنعرفوا ان الان يعني لا منتخبين ولا سلطات جهويه ولا سلطات اقليميه منتخبين على صعيد الاقاليم وعلى الصعيد المحلي، يعني كاين واحد الانخراط كبير، وهذا الشيء لمسناه يعني في جميع المحطات اللي كندبروها، واخر محطه هي تدبير ما وراء زلزال الحوز ديال 18 وتنبير، اللي عرفنا واحد الالتفاف ديال الجيش ديال الدرك الملكي، الامن الوطني، القوات المساعده، يعني الوقايه المدنيه، الشركاء ديال المنظومه التربويه من بين يعني المجتمع المدني، ايضا السلطات مشكوره الجهويه والاقليميه والمحليه، الكل مجند مع المنظومه التربويه باش رجعنا الاستمراريه البيداغوجيه سريعا. خصنا نعرفوا ان على صعيد تارودانت الاسبوع الثاني ما وراء الزلزال كانوا تلاميذ الاعدادي والثانوي التاهيلي كلهم عندهم مقعد وعندهم استاذ اللي غيتمدرسوا، هذا راه واحد الانجاز كبير، لان فاش كنشوفوا الحجم ديال الخسائر ديال الزلزال ما كانش من السهل اننا ندبروا هذه المحطه بهذه السرعه هذه، ايضا مباشره بعد يعني استقرار الوضع عند الاسر راح التفينا للتلاميذ اللي هما في الابتدائي باش امننا لهم الاستمراريه البيداغوجيه، حنا خلينا شويه هذا الوقت يدوز باش يمكن لهم يعني يعيشوا شي شويه داك ويخفوا من داك الالم اللي صابهم داخل الاسر. كنعرفوا الاطفال الصغار يعني الهول ديال الفاجعه ما كانش بالسهل، وفي هذا الاطار هذا كانوا المتدخلين والشركاء المنظومه مؤسسه محمد السادس، مؤسسه محمد الخامس اللي كانوا مواكبين للتلاميذ والاسر، وايضا الاساتذه ديال المنظومه التربويه باش يعني يتجاوزوا هذه المحنه هذه باقل الاضرار، وهذه فرصه باش نترحموا على الشهداء ديالنا لم بين التلاميذ ولا من بين الاطر التربويه اللي فرقت الحياه داخل الجهه ديال سوس مسا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.